بقول لي يا دكتور، هو لازم يكون تابع للوزارة؟ يعني في شخص دلوقتي بيسمعنا وكان مقرر انه مشروعه القادم هو دار لتحفيظ القرآن، يعمل ايه؟ عمل بسيط جدا، يقدم اوراقه في المحافظه اللي هو فيها اه لمديريه اوقاف الاوقاف اللي في المحافظه، يعني اه هو تابع القاهره، الجيزه، الفيوم، يروح لمديريه الاوقاف يقدم طلب بسيط، والله انا عايز اقنن وضعي، عايز ابقى اه محافظ معتمد من عندكم هم بس، واحنا بنحصر الاسماء، يعني لما يكتمل العدد مثلا، لان مش معقول انا هنزل لجنه عشان خاطر فرد وفرد هم واحد، مش معقول، لكن يبقى مثلا 20 30 واحد، وانا الأوراق هذه ترفع إلى هم الوزارة، والوزارة تقوم بتشكيل لجان، هم لجنة بتنزل من الوزارة تمتحن هؤلاء، هؤلاء يصلحون أو لا يصلحون. فأي حد، أي حد على مستوى الجمهورية إحنا مدين إيدينا، أي حد عايز يقنن وضعه، أي حد عايز يبقى معتمد يقدم أوراقه إلى هم. المديرية، ويعني وسنقوم إن شاء الله باختباره ونجيزه إن كان من أهل الاجتياز.